السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد وأخبار جديدة إن شاء الله. فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لأهم أخبار لاعبين المحترفين وأيضا بعض أخبار المنتخب الوطني. لننطلق. نستهل مجازنا لنهار اليوم من جديد. غلام المتألق الجزائري شارك أساسيا في لقاء فريقه نابولي الودي ضد نادي لاكيلا المتواضع جدا. اللقاء انتهى بفوز رفاقة غلام بأحد عشر هدفا من دون رد، سجل منها المتألق الجزائري هدفا وكان صاحب تمريرة في هدف ثاني سجله زميله مارتينز. نترككم مع فيديو التمريرة أولا ومن ثم فيديو الهدف. che va ad infilarsi e a spegnersi sotto l'incrocio dei pali. Spettacolo Napoli in questi minuti iniziali dell'amichevole contro l'Aquila. Due volte Osimhen, adesso Dries Mertens in gare ufficiali, 125 gol per l'attaccante belga, 322 le partite con il Napoli, 93 gol segnati in Serie A. Questo non conterà nulla al dentro. Il colpo di testa, il gol di Ghoulam. Gran gol di testa di Fousi Ghoulam. E adesso i gol per il Napoli diventano 6. Inserimento da centravanti e gol da centravanti. دائما مع مشاركة لاعبين الودية ومع إسحاق بالفوضي. هذه المرة لاعب الخضر عاد للمشاركة مع بقية زملائه بعد غياب امتد لعشرة أيام. إسحاق شارك بديلا بداية من الدقيقة 61 في لقاء ماينز والذي انتهى بفوز هوفنهايم بهدفين لهدف وحيد. بالفضيل لم يسجل، لكن الأهم هو عودته ومشاركته مستقبل في أكبر عدد من اللقاءات ليكون جاهزا لبداية الموسم. لم يوجه مدرب اولمبياكوس بيدرو مارتينيز الدعوة للاعبه الجزائري هلال العربي السوداني للقاء نهائي كأس اليونان صار غد الأحد ضد أيك أثينا. غياب سوداني وبدون أدنى شك يعود لعدم جاهزيته، حيث عانى من إصابة طويلة ولا يبدو أنه استعاد عافيته بعد، في انتظار عودته إن شاء الله مع مستهل الموسم الجديد. بعد معاناته من فيروس كورونا وغيابه قصريا عن تدريبات فريقه، سجل اللاعب الخضر مهدي عبيد عودته اخيرا لتدريبات نادي نونت. عبيد شارك بصفة عادية ومع المجموعة، ما يجعل مشاركته يوم غد الاحد ضد نيم في ثاني جولة الدوري الفرنسي واردة جدا. بات في حكم المؤكد تعاقد نادي ميلان مع متوسط الميدان الإيطالي الشاب ولاعب بريشيا تونيلي. تونيلي يلعب تقريبا في نفس مركز بن ناصر أو وسط ميدان متأخر، وهو ما دفع موقع الميلانيستا المقرب جدا من النادي للتساؤل عن صلة هذا التعاقد بمستقبل بن ناصر. الموقع السابق قال أن المؤشرات لا توحي بأي رحيل للجزائري في الفترة المقبلة، لكن مع العروض قد تتغير وجهات النظر. وتراقب عدة أندية بالنصر أهمها الريال والبي اس جي الذي لم يفلح لحد الساعة في ضم وسط ميدان دفاعي. مسك الختام اليوم بأخبار عطال. الرئيس التنفيذي لنادي نيس جون بيان ريفيير خرج بتصريحات أصفها بالغريبة، حيث أعلن بشكل صريح وصول عروض لعطال، وهو الذي قال سابقا أن النادي لم يصله أي ملموس. ريفيير قال أن نيس تلقى عروضا من نوادي كبيرة من إسبانيا والمقصود هنا ربما أتلتيكو مدريد، ومن فرنسا والمقصود هنا بكل التأكيد البي اس جي. كما قال أن إبقاء عطال في نيس الموسم الجاري يبقى صعبا جدا، رغم أنه نفى بشكل قطعي رحيله في عدة تصاريح سابقة. بحسب وجهة نظري فإن ريفيير يريد بهذه التصريحات تسويق عطال وبيعه قبل غلق باب الانتقالات في الخامس من أكتوبر المقبل، لكن وبكل تأكيد لن يحصل على العروض المادية التي يريد، فمع إصابة الجزائري وغيابه لفترة وانحدار مستواه فإن قيمة عطال انحدرت لحدود 20 مليون أورو، وهو مبلغ من السهل على كبار الأندية دفعه. وكنا قد أشرنا قبل أقل من أسبوع لرغبة المان يونايتد والبي اس جي في ضم عطال، وهما وجهتين أراهما مثاليتين إن حدث ولعب عطال لأحدهما.
إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي في عدد جديد إن شاء الله. سلام.